تنضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الكاتبة الصحفية السيدة رشا يسري. بعد التحية سيدتي، هناك طبعا تحركات مصرية واضحة، مراقبون اعتبروا أن هذه التحركات المصرية في ملف المفاوضات يعني لها ثقل كبير، وكان سوف تؤدي بالضرورة إلى حل هذا الملف في ما يبدو بين حماس وإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين. كيف ترين هذه التحركات المصرية الواضحة التي ثمن دورها المراقبون على مستوى العالم، والآن في ظل ما يمكن أن يحدث من قلق نتيجة لتهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية وإن كانت محدودة بحسبهم على رفح الفلسطينية؟ بايد لحضرتك التحية أولا. والحقيقة الدور المصري في المفاوضات دور كان صعب، مفاوضات مدنية مع أطراف متعنتة ومخاوف تاريخية من تكرار أزمات كانت في السابق أن يتم تكرارها مرة أخرى من نزوح الفلسطينيين وعدم عودتهم إلى آخره. كل ده كان أساس للتفاوض للوصول إلى هدنة والوصول إلى إيقاف هذا نزيف الدم المستمر للشعب اللي بيشهده الشعب الفلسطيني. الحقيقة الدور المصري يعني العالم كله ثمنه، يعني احنا مش بصدد الحديث على الدور المصري، ولكن بصدد الحديث على الأسباب اللي أدت الآن إلى بداية اندلاع جديد. الحقيقة أنا شايفة أنه تصريحات إسرائيلية دائمة كانت بتثير مخاوف الجانب الفلسطيني، وإحنا كنا خلاص كان على وشك، كنا قاب قوسين أو أدنى أن يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي بين الجانبين، ولكن عملية كرم أبو سالم التي أعلنت حماس مسؤوليتها عنها هي الحقيقة كانت السبب الرئيسي في إفساد هذا المشوار الطويل اللي مشيت فيه مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين لدى حماس. صحيح. أن يتم حلحلة هذا الموقف المتعنت من الجانبين. وهنا سيدة رشا، يعني دائما الدور المصري كان واضحا في هذا الإطار، هو الرفض التام لأي عمليات عسكرية يمكن أن تتم في رفح الفلسطينية منذ البداية، لأن هذا قد يؤدي إلى تصعيد العواقب وخيمة ليس إقليميا لكن عالميا أيضا، وما يؤدي إلى نزوح قسري لآلاف من الفلسطينيين، أيضا يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية التي دائما مصر من 75 عاما هي شغلها الشاغل. فكيف ترين الخطورة هذه على الوضع الإقليمي وعلى الوضع الدولي ككل لو تمت مثل هكذا عملية برية مزمعة؟ شوف حضرتك، الوضع الحقيقة يعني لا يمكن أن نتكهن بأبعاده، لأنه الموقف كنا على وشك أن نصل إلى اتفاق وتوقف هذا الاتفاق الآن. فالبداية ستكون بعملية، البداية ستكون بنزوح فلسطينيين أو توجههم إلى المناطق الآمنة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي قرب الشاطئ البحر أو أماكن أخرى. وبالتالي الآن إسرائيل تعلم جيدا ما صرحت به مصر مرارا وتكرارا بأن الدخول إلى رفح هو سيشكل مشكلة كبيرة. طيب ابقي معي سيدة رشا، ابقي معي سيدتي. ننوه إذن لهذا الخبر العاجل عبر شاشة القاهرة الإخبارية، حيث أكد مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة. أضاف أن الوفد الأمني المصري يكثف من اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين. أشار المصدر إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي مع استمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات. ننوه مرة أخرى إلى هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم قد تسبب في تعثر في مفاوضات الهدنة. أضاف أن الوفد الأمني المصري يكثف من اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي ما بين الطرفين. أشار إلى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي مع استمرار في حركة دخول الأفراد والمساعدات. أعود إليك السيدة رشا يوسف الكاتبة الصحفية من القاهرة. كنا نتحدث عن نفس التفاصيل التي كنا نقولها الآن
المصدر تحدث على أن حقيقة أن عملية كرم أبو سالم التي تمت أمس سقط خلالها قتلى ومصابين من جانب الاحتلال الإسرائيلي قد تكون لها تأثير على عملية المفاوضات التي كما قلنا بحسب مراقبين من أهم العمليات التي أجريت في الفترة الأخيرة، المفاوضات ما بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وكان سوف تفضي إلى أمور مهمة بالنسبة للطرفين. نعم نعم نعم، في الحقيقة حضرتك الأوقع أن هذه العملية هي من يعني أفشلت المساعي والجهود المضنية التي تقوم بها مصر ويقوم بها العالم كله من أجل احتواء هذه الأزمة. يعني حماس قامت بعملية في توقيت زمني حرج جدا ومصيري أدى إلى العودة ربما إلى المربع صفر مرة أخرى. فيعني أنا أتصور أن مصلحة الشعب الفلسطيني من يضحى نصب عينه، يعني مصر، يعني أشعر أن مصر الوحيدة التي تضع مصلحة الشعب الفلسطيني والفلسطيني الأعزل نصب عينه ولا أحد يراه آخر. يعني الجانبين لا يروا الشعب الفلسطيني كمكانا أول أو في المرتبة الأولى للدفاع عنه. يعني هذه العملية التي قامت بإخراج أو بوضع بالرجوع إلى المربع صفر كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى اتفاق يعني ينزع فتيل الأزمة ونعود مرة أخرى إلى المربع صفر. يعني أي مصلحة يضعونها في اعتبارهم جانب حماس؟ أي مصلحة؟ لماذا هذه العملية في هذا التوقيت؟ يعني نحن دائما ما كنا نلوم على إسرائيل بالتصريحات التي يعني تؤجج المشاعر، تصريحات بأننا سنقوم بالعملية، تصريحات ربما كانت للاستهلاك الداخلي المحلي داخل إسرائيل. نعم. وكنا نفوق، يعني كنا نرد هذا الرد، لكن حماس الحقيقة بهذا العمل قامت يعني بإعادة يعني أنا أشعر أن هناك صعوبة بالغة لاحتواء هذه الأزمة. مصر تقوم بجهود الحقيقة مضنية للعمل على يعني فرملة الجانبين. صحيح. من البدء من جديد. وأنت تحدثيني سيدة رشا، نعرض مباشرة عبر شاشة القاهرة الإخبارية مخيمات التي تأوي النازحين كما نرى في هذه المشاهد المباشرة في رفح الفلسطينية، مخيمات من قضبان معدنية من عصي يعني تغطيها مواد بلاستيكية، فما خطورة ما يتعرض له ألاء أو الذين يمكن أن يتعرضوا جراء هذه العملية العسكرية البرية المزمعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ بما معنى ما ذنب كل هؤلاء نتيجة لأن طرف من الأطراف أو الطرفين يحاولان أن يخرق أي اتفاق تهدئة تقوم به مصر حقيقة من خلال يعني مشاورات و يعني حقيقة يعني خطط مكوكية بدأت في الأيام الماضية؟